يعد من بين الأصوات الجزائرية التي صنعت مجدها بثرائر رصيدها من الأغاني التي بقيت وتبقى خالدة إلى الأبد. له باع طويل وصيت دائع في عالم الفن والأغنية. أفنى شبابه في هذا المجال الذي أحبه، وشكل على الدوام ومنذ الصغر حلمه الأول الذي حققه بفضل التفاني والإخلاص. الحاج محمد الطاهر الفرقاني أحد الفنانين الجزائريين الذين صاروا وراء أحلام كبيرة. أحب الفن ففضله على حساب الدراسة، ولأنه انطلق في مجال الفن في سن مبكرة إذ لم يتجاوز سنه 15 سنة، لقب بعميد المالوف. تقدر تحكينا يعني على هذه الزنقة هذه والصناعة؟ نحكي لك وين الزت بعد إن شاء الله. يلا وين الزت؟ هاي الدار اللي زدت فيها هذه هي. نعم هذه عيطوا لها دار الطواحني. دار الطواحني هنا بابا سكن 30 سنة، هو ساكن هنا هنايا. نعم 30 سنة. وانت تربيت هنا؟ كنت صغير. تربيت هنا وزدت هنا، واختي جيمو أنا وياها. لا زلوخة. زهور هي الكبيرة فينا الله يرحمها. الله يرحمها. أنا عمي 30 سنة نهار خرجنا منا. أنا ذاك الوقت بيبي كنت صغير. يا ما عاود لي الوالد بابا الله يرحمه قال لي كي خرجنا منا كي نقرنا يبكيو الجيران هنا. الجيران يبكيو. أي نعمي. هذه زدت في 1928. الله يبارك. 1928 ملي نزلت مازال ما شفتهاش. ما شفتهاش خلاص. ملي نزلت لدرك هذا وراح نشوفها. يلا نشوفوا، روحوا نشوفوا نزاد الزمن تاعنا القديم. تفضلي تفضلي. يلا نزيد فضلك. الله العظيم سبحان الله. نشوفوا هنايا هذه هي يعني الدار اللي تربى فيها الفنان القدير فرقاني. نعم. هنايا يعني ما تكون يعني على بالي ما تفكرش بزاف، ما عندكش يعني ما باسكو كنت انت صغير. كنت بيبي هذاك الوقت. هي. انا ولا معليش انت راك لهنا تعيش ذوك ذكريات. نعم انا صمتوش نقول لك الحق. ملي زدت ما شفتهاش، اليوم شفت الدار وين زدت فيها انا واختي انا وياها جيمو انا وياها توام. الله يبارك بارك في عمرك يعيشك. والله كي شفت لحمي طلعت شكشوك. واش نقول لك؟ شوف هذيك كيف كانت بكري وشوف كيف دركا كما يقولوا يا دار وينهم وينك اللي سكنوك راحوا. خلوا عقلي ليعات ودمع العيون ساح. ما انت درت رجلك باش تدخل لهاد الدار، كيفاش كان الاحساس تاعك وانت تشوف البيت اللي نزلت فيها؟ اولا نحييكم انتوما صح، خاطر باش انتوما لو كوم واش انتوما ما كنتش انا نشوف الدار هذه. انا هذه اللي صنعني اللي قاسني بزاف. هنا هذه هي البيت. نعم تفضل فنانة. هذه هي البيت لي نزلت فيها انت والاخت ولاخوتك. انا والاخت والشيب والعجوز كانوا في البيت هذه اللي مقابله. وكانت معنا الحاجه زهور الله يرحمها. الله يرحمها يسلمها. ومليكه اختي ثاني اللي تحتها. هما حنا نرقدوا هنايا وهما يرقدوا لي. Thank you.
قاعده هنا هي كلش ريج كلش ريج وكان نحبوا نقعدوا في هنا هاي روح هاي الله ما قاعد هاي دواء كلها ريج هاي السلام عليكم ربي السلام عليكم لباس الله ينورك الله يبارك فيك. انفرد عن اخوته الثمانية بأدائه المتميز للمالوف وصوته الرخيم، فوضع لنفسه وللمالوف القسنطيني مجدات كانت محطة أنظار العالم، وكما قال الشيخ ديب العياشي المالوف تخطى حدود العالمية بفضل صوت محمد الطاهر الفرقاني. هاي لا هاي لا هوي مزيد البركة الحاج بارك فيك هاي مزيد البركة نقولوا البركة ولكن نهار الأول اللي ندخل القسنطينة تلاقيت بك شوف الله فليزير المرة الأولى اللي ندخلها المرة الأولى اللي تجي القسنطينة منين أنت؟ جيجلي لا يبارك جيجل خير الناس هاك دبرتها صورت معنا فليزير شوفوا احنا هنا يا الفنان فرقاني رانا هنا في قهوة القفلة قهوة النجمة يقولوا لها ثاني قهوة النجمة قهوة قفلة قهوة النجمة قهوة فنانين قهوة الفنانين هذا المكان ولا هذه القهوة هادية عندك معاها ذكريات ذكريات فتحدثنا شوية على هذه الذكريات تاعك مع القهوة ذكريات هنا كنا في رمضان كنا في هذه الجهة اللي منا هذه كنا نعقبوا شهر رمضان بكل بالفن بالفن مع الشيخة مع الشيخ براشي عبد القادر درسوني عبد القادر التومي جماعة بن طبال عبد المؤمن الله يرحمه ونسمي لك الجماعة اللي ماتوا بلا حساب بلا حساب وهذه هي القهوة نتاعنا كي نخرجوا من العرس من المقيل نجي ونعشيو هنايا بكل الفنانين بكل ندورو هنايا بكل ما بعضنا تتلاقاو هنا نتلاقاو بكل ما بعضنا نعم على ذكرى هنا كان نتاعنا سي مجدوب الله يرحمه بالجودي هو اللي محسوب كان اماتور يحب الفن بزاف ونقول لك الحق ربي يرحمه كان يحب الفنانين بزاف وهذا هو المضرب نتاعنا وهذه المدرسه هذه درت فيها ان سيدي هنايا هنا درت ان سيدي المدرسه هذه نعم من داخل الهيلولة من داخل تقدر تحكي لنا شويه على هذا السيدي اللي درته هنايا يعني واش هو الموضوع تاعو واش هو درت بالله يا حمامي ودرت طب الصبوح ودرت يا عشقي في الزين صحة يا عشق الزين نرسل معك لا تفضل هذه هي شوية هذه لي أودها من عندي وش يقولوا له الشاب مامي أو غناها تاني بالله يا حمامي تفضل أعطينا شوية منها الحاج في القهوة طول في عمرك غير شوية بيناتنا هاك لو يا حمامي نرسل مع الكتاب يمنى وغرامي خلفني في انتهاء الحاج عندنا مجموعة من الفنانين نعم يعني هاد الفنانين هادو يفكروك عندك معاهم ذكريات وكان هادو بكل كانوا يدوروا هنا في قهوة القفنة قهوة في هاد القهوة قهوة وهذا باب عبيد ديدو يعيطوا له الرئيس هذا شيخي هو اللي علمني هو اللي علمك مش غير هو برك دوك نزيد نقول لك من هو يعني من بين الشيوخ اللي تعلمت عليهم نعم وعندك عبد القادر التومي ها هو اللي هو ثاني شيخي وهو شيخي ثاني سي حسونه من علي خوجا مع صالح المهدي هذه في تستور درنا المهرجان تاع المالوف في تستور في نعم في تونس مع الشيخ حسونه ومع مع المجموعه بكل الله يبارك نعم نعم ملي كنا صغار هو كان يحب الفن هذا يحب القصه كان يدير بدا بالجواق يجوق يدير وبدا كذا ومن بعد دار كلارينيت
ولا بالكلارينات معاه وبدا يدخل ودخل في المألوف هذا ومشى للجزائر. يعني هو صغير والناس الكبار تما الشيوخ اللي كانوا عندنا هنا يقولوا هذا الولد هذا او يخرج منه ويجي منه حاجه كبيره. قلنا حتى مصري ودار كذا كذا شغل تينور شغل. والكبار المعاليم تاعنا في هذا اللي يعلموا بعد باب عبيد هذا كان يعني يعبد فيه يتبعوه من كل مضرب. واللحن تاعو كان يعني ملي كان عنده هو اللي ما كان كان بكري هذا في قسمتنا هنا هو اللي كان هذا عمي بابا حسونة وبابا عبيد يقولوا هاد الطفل هذا راه ينجح ما يلحقوه لا اللي فاتوا لا اللي حاضرين ولا اللي جايين. محمد الطاهر الفرقاني إلى مدرسة المالوف القسنطينية التي تتميز بسمات كثيرة، بدأت بالشيخ بابا عبيد وتواصلت مع عطاء ريشة الشيخ حسونة، وما زالت الآن تبعث من أوطار الحاج محمد الطاهر الفرقاني الذي يعتبر الوحيد الذي أدخل آلة الستار والمندولين والجيتار على موسيقى المالوف. ما نجيش وراش خويا يقطعني ما يقطعني جمع ما يشمعني هيا روح مالي. سي الحاج محمد طاهر الفرقاني لما تشوفيه مع هكذا ما شاء الله ربي يطول له عمره وهو كبير يعني، ولكن في لحظات هكذا مع الأصدقاء وأنا كنت دائما سعيد لما نقعد معه تكتشف في شخصية معروفة غير في الوسط تاع الصداقات، عنده واحد الخصائص في الذات نتاعو على الصعيد الاجتماعي، أما الهزل فحدث ولا حرج عن الحاج، يعني مستعد في لحظة ما يرجع يعني تكوني مع الحاج وهو في عمره 20 سنة، وهذه من الأشياء اللي الأصدقاء يعني دائما يستفزوه باه يرجعوه ويخليوه يعيش هذيك الذكريات ويحكي لنا على المشايخ أيضا، يعني وهو كان يتعلم وكان تلميذ على ما اظن يعني تلميذ مجتهد يعني. كيت الجواق هذيك الحاج المره الحمام كانيش تضرب الجواق في الحمام بالك الحمام فيه واحد الصداقه صوت المغنيين بكل قبل ما يخلق هذا الميكرو ولا سونوريزاسيون كانت الناس كل تبدا تنزلي الصحافه في الحمام وينصح يرد الحمام وينصحوا الانسان اللي يغني العاد عنده صوت مش مليح ينصحوه يقولوا له تاك ما عندكش صوت مليح ولكن حبيت تتاكد من هذا روح للحمام غني وشوي يقولوا له الحمام كي تكون وحدك ما يكون حتى واحد باش تسمع مليح ايفيكتيفمون كي يروح للحمام يبدا يغني يسمع روحه باللي عنده صوت خبيث كما يقول وبالتالي يحبس. اما الناس اللي عندهم اصوات مليحه كي يزيدوا يروحوا للحمام يزيدوا يتشجعوا على اساس انهم الاصوات تاعهم مسموعه مادام يقنع هو بالصوت تاعو صافا دير بلي الصوت تاعو هذاك راهو مليح. وصرات خطرا الحاج في الحمام دخل معاه الجواق كلامك هو الكبير انه صرات لي مع في الحمام تاع الحاج نتاعنا حاج الدوله في سدنبروك خرج واحد السيد يعني هو من 10 تاع الليل انا كل جمعه نروح الحمام ندي معايا الجواق مالا خرج السيد هذاك ودخلت انا وحدي في الحمام نستخبر بالجواق ونزيد نرد بفمي بالقرجومه وبداو هذوك يدوروا ولا هاني جايك هو كي خرجت انا دخل مول الحمام باش يقلب هذوك المحابس هذوك ندق للسيد هذاك اللي خرج قبلي قال له انت كش ما طاعت لك حاجه ولا قال له بصح وانا قال لي وانت قلت انا دخلت بالجواق خرجت بالجواق كان والو والله كيما نقول لك ابا يحكمني واحد الشهر ولا شهرين ولا ما عرف قداه قال لي لقيته مريض مسكين اروح قال لي نسلم عليك منه واش قال لي والله رشقولك وديتهم قال لي من تما رفدتش حجره بيضاء لقى 10000 تما ولقاها واقفه هكا واقفه وشايحه ما مش مبلوله قالوا لي ديتها من هذوك من هما بالك هذوك
الدين في بعضهم جوج مقامات باش تكوني على بالك. دوكا نروحوا للرشد للشرق. يلا تفضل. تعلم في مدرسة الحياة الصعبة ليغدو بذاته مدرسة، فرغم سنه المتقدم ومشواره الطويل الحافل بالعطاء، لم يتخلى هذا الرجل الذي وصفه الذين يعشقون فنه بالعملاق أو العميد عن دوره الفعال في أداء رسالته الفنية النبيلة. زيدان كما قلنا. يعطيك الصحة الحاج. أنا جالس خبر أنا في بالي ميسوم الله يرحمه أحمد الوهبي. تفكرت تفكرت الأيام اللي جوزتهم معنا عام ورسلنا معهم في فرنسا. هذا شوية من الذكريات يعني اللي تفكرتهم أنا كي كنت صغير كان الوالد كان يديني للإخوان، وبابا كان قايد، بابا كان قايد عمل في الإخوان، والإخوان هادو كانوا يغنيوا في الصنايع تاع المالوف بصح في حق النبي عليه الصلاه والسلام. تما انا بديت نذوق الصنايع، نذكر على الصنعه الشيء تاع المالوف بكل راهو جا من الحنصله من الاخوان من اللي عندنا هنا في قسنطينه بكل. ومن تم الحق كي 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 طلعت للجزائر للعاصمه كما قلت لك مع سي ميسوم الله يرحمه وسي احمد نتاعنا الله يرحمهم، هذوك بديت معاهم في الشرقي وبقيت متحكم في الشرقي. نقول لك الحق هذاك الوقت ما على باليش وش هو المالوف هذا، هذاك الوقت ما كنتش نذوق المالوف، ما تعلمتوش ما عرفتوش وش هو المالوف هذا. ومن بعد كي خديت من العاصمة كسايتك بديت مع الوالد رحمه الله في الحوزي، طبعا هو كان في النمط تاع الحوزي، بديت معه في الحوزي كتب لي مدائح في حق النبي عليه الصلاة والسلام باسم الكريم سيدي، هذه وجدتها ساعة ساعة في التلفزيون. ومن بعد توصلت بشي حسونة نتاعنا بن علي خوجة رحمه الله، هو تاني كان يعلمني في الزجول، كل واحد كان في النمط نتاعو كيما الشايب الله يرحمه كان في الحوزي، سي حسونه كان في الزجول، سي عبد القادر التومي كان يعرف كلش، وبابا عبيد تاني كذلك. الكتره بابا عبيد هو اللي علمني في الحقيقه في المألوف هذا الشعراء رحمهم الله فيهم حتى من هنا من في 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 المستوى الوطن في الجزائر كانوا الشعراء اللي رفدنا من عندهم المحجوز، بالاخص المحجوز كان الا في قسنطينه، هنا عندنا المحجوز هذا
والحوزي كذلك. الحوزي كنت راه في تلمسان، كان بلا مسايب، كان بن سهلة رحمهم الله، هذول دينا من عندهم ما شاء الله. غنيوا نغنيوا على الطبيعة كما قلت، على الحب، الحب حب النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني كذلك الغزل المألوف فيه كلش، فيه المدح، فيه الغزل، المألوف في الكترة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. كاينه هذه نوبة الغرناطة يقول: يا مبدع يا مجمل تبارك المولى عليه، يا مطبع يا مشكل وصف الملاح كل فيه، كل الملاح تخدع له وكل عاشق يشتهيه. صرنا عندي بكل حنا نشبهه للنبي عليه الصلاة والسلام، والوصف بكون نشبهه له. هذه في نوبة الغرناطة: أسفي عن ما مضى، يا مسرور رضا جزدك الزمن القضاء، يا منهنية فوق دريار أندلس مهان وعالية. أديت الصنعة وأحسنت الغرناطة وأبدعت في المألوف، فما العلاقة بين المدارس الثلاثة؟ واش ربطك بين المدارس الثلاثة؟ عندنا ثلاث مدارس، عندنا غرناطة هي تلمسان، عندنا الصنعة هي العاصمة، عندنا المألوف هنايا في قسنطينة، وفي تونس ثاني يقولوا المألوف. هاد المدارس الثلاثة اللي جست عليها أنت، كيفاش أثرت في حياتك الفنية؟ في الحقيقة الشيء اللي تهضري عليهم على ثلاث مدارس، أنا كنت راه نقول لك الحق نشتي الغنى تاع تلمسان، وشكون اللي يأثر فيا بزاف هو رضوان رحمه الله. وكنا أنا وياه نديروا تبدل ثقافي أنا وياه، هو يبعث لي البوبينة وأنا نبعث له لي كاسيت نتاعي لكازابلانكا. وبالأخص سي عبد القادر التومي شيخنا كان يقول لي: يلزمك تعود تغني الصنعة، الصنعة هكذا. كان يعني أنا خلصت العشر نوب نتاعنا تاع قسنطينة، درك وليت الشيء تاع تلمسان والشيء تاع العاصمة. شكون هاد الشيوخ اللي كان يعني عندهم فضل باش أنت لحقت لهاد الدرجة اليوم؟ الشيوخ أنا عندك نسمي لك من الأب رحمه الله، بديت معاه الحاج حمو، الحمو فرقاني. يا نعمي نعم، الحاج حمو فرقاني. ومن بعد بديت مع سي عبد القادر التومي، ومن بعد مع سي حسونة بن علي خوجة. نعم. ومن بعد الاخر خلاص هو بابا عبيد ديدو، حنا نقولوا له قرابغلي الاسم نتاعو الحقيقي. هذا هو اللي كمل لي المألوف النوب اللي كانوا يخصوني. وهذو العشر النوب رانا سجلناهم في لندن، وراهم دركا ما عندهم النوب هذو، وما زالت لنا نوبه رانا قاعدين نفتشوا عليها، لازم نلقاوها. هي نورمالمون 11 نوبه، النوبه اللي حب رب العالمين رانا ان شاء الله قريب نخلصوها اللي حب رب العالمين، باش نزيدوا نكملوها لندن. ولندا رانا بربي ان شاء الله عندنا معها معلقه باش نكملوا ثاني مع سليم بني، يكمل الحوزي ويكمل الزجول والمحجوز ان شاء الله، باش ما نخليهمش يضيعوا هذو، باش نخليهم ان شاء الله لحب رب العالمين الاجيال الاجيال. بالاضافه الى المألوف، واش يحب الفنان فرقاني؟ طرز. انا كنت نطرز قبل ما نبدا ندخل في المألوف. كنا نطرزوا بالمجبود بكري، يا حصره المجبود هذا اللي مركب على الدهب، ماهوش مركب على هذا الحرير تاع درك هذا. وبالاضافه للمجبود، المجبود الصياده. كنت نحب الصياده بزاف. نعمي كنت نحب الكتره، نحب نخرج للبحر نصيد. نعمي احنا نتحدثوا عن ذكرياتك يعني في الماضي، صياده المجبود وكامل، واش هي احلى ذكرى في حياتك، احلى ذكرى اللي مازال راك تفكر فيها اليوم هذا؟ في اليوم هذا نقول لك انا درك على بالك راني غرون بير 26 خطره. الله يبارك. وانا هذا هو الشيء اللي اثر فيا ولاد الولاد،
قال لك الولاد لوز وولاد الولاد قلب اللوز. هذا هو الشيء الترحيب. يا من الورشان ادي سلامي غصب البان، ادي سلامي غصب البان، والفي مدبنت العيان يا درقا عن عيني العقل طرب لاج الحال سفر بشرو خلاني لله يا بن الرشان ادي سلامي غصن البان ادي سلامي غصن البان والفي مدبنت العيان يا درقا عن عيني العقل طرب لاج الحال. حجيت أنا والحجة زهور رحمه الله وروحنا قدسنا القدس في 67، ومن بعد مشيت لإزبكستان طاشكنت، روحنا درنا حفلة وما كانوش يعرفونا خلاص، وعمرهم ما سمعوا الفن تاعنا خلاص. 35 دولة خرجنا حنا ديزيام، ومن بعد من تم روحنا زرنا الإمام بخاري اللي في جوايا سمرقند، رحنا زرناه وردنا الفاتحة تما. هذا هو الشيء اللي أثر فيه أنا. اليوم نشوفوا كل عائلة فرقاني ما شاء الله كلها يعني تعشق الفن تعشق المالوف وما زلت تمسك بهذا التراث يعني اللي تفتخر به قسنطينة. كيفاش تعلموا؟ تعلموا كانوا يدوقوا باباهم بزاف وسيدهم كما نقولوا جدهم كانوا يعتبروا سيدي، وعندي 6 ولاد بكل يعزفوا الله يبارك. مراد كان يعزف على الجيتارة وسليم على العود، نصر الدين على المندولين، ورياض على الجيتار، وصلوح على البوزوقي، ورشيد بن نغرس. هذا هما 6 أوركست في الدار نديرو أوركست نحكم معهم من جوا ونحن بدلنا أوركست. ولأنه لا يملك حدوداً مع الإبداع فإنه يؤمن بأن التطور يكون فقط للأمام. جمهوره لا يمتد بين قسنطينة والجزائر فحسب بل أينما نبحث عن التميز لأنه عالمي الإبداع. أول آلة عزفت بها؟ أول آلة هي حنا نقولوا الفحل نايتو لو جواق. هذا جواق هذا في قسنطينة يخدموا بهذا برك. انت بديت بهذه الآلة اول جواق؟ نعم. ومن بعد هذا جبته معايا من القاهرة العام اللي حجيت، هذا يخدموا به في الشرق. نعم صح. انت وحنا ما نجموش يخدموا به هنا في قسنطينة، ما حطوش روحهم برك باش يتعلموا به، وما قادرين لو كان تعلموا به كانوا يديروا به، ولكن الكتره هما يلعبوا بالجواق. هذا هو الجواق. نعمل لك تخبيره والله. عملنا تخبيره. صوني هو تاني كان جواقي وشيخ لبس بيه. كنا صغار
كنا نحضروا للروشيات اللوط للريميش بكري، كنا هو يدير وانا نرد عليه باش يجبر لي يرد علينا. بكري ما كان لا مانيتوفون لا حاجه، كان والو. تعلمنا انا وياه في الريميش، ومن بعد شوف المكتوب وروح يحييك الحي، وليت كسايتك معاهم مع زواوي خويا الله يرحمه، مع بريشي، مع سيد علي بو يموت، هادو هم راحوا بكل مساكن دايم ربي قال الا قدر ترسوني ربي يطولنا في عمره. هذه البركه اللي قالت شيخ سلطينه والله العربي بالبجاوي هو كي غير ونكرمناه في ميلا. العربي البجاوي راهو في 86 سنه الله يبارك، هو اللي قعد لنا من في الكبار. لكن هو نقول لك في القاهره، مشيت القاهره ورحت للمعهد الموسيقي، وجاونا هنا كي كان سي ابراهيم تاعنا جفال الله يذكره بالخير، جاو هنايا اوركست فيمينا اللي تعزف على النايل، اللي تعزف على الكمال، على القانون، على الكورد رباص، على الفيروسات. وجات معاهم اللي هي اللي تسير فيهم، هي اللي حكمها لا ديريكتريس تاع المعهد الموسيقي في القاهره. قالت لي حق نتمنى ان شاء الله الموسيقى نتاعكم عجبت لنا بزاف، تولي ان شاء الله كي تزورونا روحوا لنا للمعهد الموسيقي. هكذا كان رحت للمعهد الموسيقي، دخلوني لواحد الصاله هكذا ميكست فيها واحد 300 عبد الله حقي. دخلت لتما قالت لهم هذا المطرب الكبير الجزائري حاج محمد طرف الرياني، حق ناضوا صفقوا الحق. وقعد واحد الشايب هكذا قاعد يهضر على ام كلثوم كي بدات تجود قبل ما تدخل للفن. ومن بعد ولاو يهضروا على محمد القصابجي ورياض السنباطي العوادين الممتازين اللي نطقوا العود. اي نعم. ايه ملا قالت لي ديريكتريس يا حاج ما تجيش دير لنا حاجه. قلت لها باه وين؟ قالت دوك نجيب لك العود. جابت لي العود كي عطاتو لي عطاتو لي هكذا، وانا رديته هكا خاطر نلعب كوشي. فصلت لها بالاستخبار بالاستخبار، قلت لها لقد كنت عودا للبلابل منزلا، هذا العود يشكي، هو اللي قاعد يشكي. لقد كنت عودا للبلابل منزلا، أميل بهم وجدا وفرعيا أخضر، ينوحون من فوق فعلمت نوحهم. صنعني العود قال أنا، أنا كي كنت في الشجرة راه هذاك البلبل هذاك كان عاد ندير كيفو، رماني بلا ذنبين على الأرض قطيعي، ما درت حتى ذنب جاو قطعوني، رماني بلا ذنبين على الأرض قطيعي، وصيرني عودا نحيلا كما ترون. هاكو تشوفوا فيا كيفاه وليت عود قدام العباد قدام الناس، ولكن ضربي بالأنامل مخبرو. الحصر طويلة هي بزاف بزاف، كي خلصت والله العظيم درت لها طرف ثاني من النوبة، قالت لي واش نقول لك حيوني قدا نخطره وانا نتحي. قالوا قالت لي هذيك لا ديريكتريس يا للاسف يا الحاج على هذا الشيء نتاعكم ما سمعوش. مدارس يعني ولا كاين مدرسه واحده برك اللي قايمه بالمالوف؟ شوفي قبل ما نقولوا على المدارس، على بالك في العاصمه، نعم عندما حالك سالم العاصمه رافدين البجاويين، سي صدق البجاوي رحمه الله
نعم. كان يمد للعاصمة. العاصمة. وكان في بليدة كي سيئنا نايتر الدحيم الله يرحمه حبيبي صديقي. نبلغ السؤال للفاميليا نتاعو بكل. هو دحمال بن عاشور الله يرحمه كان متبع تاني الصنعة كان متبع الجزائر. نعم. بصح هنا في الشرق. في الشرق في الشرق عندنا هنا عندنا كان واحد الوقت إلا قسنطينة ما كانش لا سكيكدا لا قلمة لا سكاراز لا والحمد لله في عنبة راهم قاعدين يديو من عندنا الحمد لله يديو من ليكول نتاعنا الحمد لله هما كاينين تروز ايكول ما يكذبك الكذب يحسب لك حساب كيما يقولها واحد ما يقول كاتريام ايكول يقول كاتريام يكذب راهو قاعد يكذب فيه ثلاث مدارس معروفة يعني تاريخيا معروفة بارك الله فيك صنعة في الجزائر الدور نتاعنا سي حسن الله يرحمه تاع النبا دار الكتاب نتاعو وحط فيه لتروز ايكول نعم الصنعة والغرناطي والمالوف في قسنطينة كاين الصنعة كاين الغرناطة وكاين المالوف هنا في الصنعة في الجزائر وغرناطة في تلمسان والمالوف في قسنطينة نعم هذو هما اللي كاينين نعم مدرسة المالوف القسنطينية وريثة المدرسة الإشبيلية وقد تأثرت نسبياً خلال العهد العثماني بالموسيقى التركية والبدوية الجزائرية فأصبحت تعرف بالمالوف وتعني المألوف أي المعتاد ويميل هذا الطابع الموسيقي إلى المحافظة كما يوحي بالهمة والمروءة وهو هادئ فلسفي وتأملي مثله مثل النجم القطبي في سماء تغمرها نجوم وأمام اسم لحنته أوطار قطع المالوف ننحني عرفانا بجماليات فنان صنع لنفسه ولعشاقه ترانيم الفن الأصيل لأنه غنى كثيرا وبكى كثيرا وسيظل كبيرا في الغناء وكبيرا في الفن لأنه الملك المتوج بتاج المالوف الاغنيات كيفاش كتدير انت هما يقولوها لك وانت تحفظها ولا كانوا يكتبوها لك وانت تقراها ولا كيفاش كنت يعني تحفظ هذاك الرصيد تاع الاغاني في راسك وصبحت تغني شوفي نحكي لك مع شيخي سي حسونه رحمه الله اللي خرج كنت في فابريكا تاع بنجيكو كنت نحضر عنده يعلمني نعم كان سجل هو مع الخدامه نتاعو تاع الدخان والنفع والمعلم ملا يعطيني العود ويقول لي
ده واحد الزجل يقولوا له العود قد ترنى. نعم العود ويروح. نعم ونادي كده الكلمة هذه بلعتها بعد يعني نسنى وش كاين وراها. زيد يجيني قاط تراب. أيوة دركا راح هو باش يجيني يطول باش يجيني وانا نقول نبقى نعاود والعود قاط تراب. زيد يجيني هو تراب. هاو كيف كنا نتعلم هكذا كنت تتعلم هكذا نتعلم بصح كي نخلص الغصن بكل الثلاث اغصان نكمل الزوج اغصان اللي مازالوا هذوك نكملهم وحدي وحدك خاطر ما كيف كيف صنعها كيف كيف صنعها انا نطلع هذوك الاغصان وحدي. نعم. والطالع يزيدين على اللي طالع نزيد نحفظ الطالع هذاك والربع بيات هذوك تاع حتى البيت السلام بكل نديرهم وحدي ديرهم وحدي وينعتلي الا البيت والطالع. نعم. الحاج محمد طاهر فرقاني عنده ميزه فنيه ربما ما نتكلموش فيها بزاف هو القدرات الصوتية تاعو يعني يتناول جميع الأنواع تاع الأغاني بطريقتين. كاينة طريقة اللي ربما نقدر نقوله أنها طريقة حنجورية في بعض الأحيان كاين أمور اللي تبدو سهلة عنده هو يتناولها بالحنجرة تاعو وما يأديش يعني وما يبدلش المجهودات الكبيرة باش يأدي وباش يوصل الرسالة الموجودة في هذه الأنغام. وفي بعض الأحيان عندما تصعب الأمور لأن أعماق العواطف عندما تدغدغ بالكلمة الشجية وبالأنغام يعني الراقية فالإنسان لابد أنه يوصل يستعمل أمور باطنية. وهنايا نشوفوا الحاج محمد طاهر فرقاني عندما يستعمل الصدر تاعو في الأداء يعني يبدع إبداع لا مثيل له. احنا الفنانين ما نهضرش غير على مستوى الوطن بكل نظر على بصفة عامة كما في 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 مصر عبد الوهاب رحمه الله شكون اللي خلفه أم كلثوم كذلك شكون اللي خلفها فريد الأطرش عبد الحليم حافظ وعبد الغني السيد اللي قبل عبد الوهاب اللي يروح ما يتخلفش نقول لك الحق. وانا الحمد لله خليت ما شاء الله خليت تسجيل خليت في التلفزيون خليت في الراديو خليت في الكاسات في السي دي هذه نعمة غدوة بنادم يموت ما نديش يدي على قلبي نقول خليت الحمد لله لمن خليت الأجيال. الحاج محمد طاهر فرقاني معروف عليه أنه يعزف على جميع الآلات الموسيقية سواء كانت تقليدية أو عصرية. من جهة أخرى طريقة العزف تاعه هي طريقة فريدة من نوعها لأنه الحاج محمد طاهر فرقاني ببساطة دار مزج ما بين الموسيقى التقليدية والموسيقى العربية اللي عندها علاقة بالموسيقى الغربية. وأنا من الناس اللي نسمع الحاج محمد طاهر فرقاني عندما يعزف نسمع أنه يستفرد بحوايج اللي عندها علاقة مباشرة بالنوتات اللي ربما لم تجد من قبله في المألوف.
هذه كنا ساهرين مرة وكان جلسة ممتعة مع الحاج، لقيتها خرجت قلت له أنت أمبراطور الحاج. عشوائية هكذا؟ عشوائية لأنه سمحيني يعني مع احترامي للأمراء تاع الأمراء والملوك يعني تاع الترب لازمني نميز أنا هذا الصوت اللي هو صوت من السماء. خرجت نعم هو صديق هو أب لنا كلنا يعني. قلت أمبراطور فأصدقائي حكموها. يعني وش يعطيك وش يضيف لك هذا اللقب في المشوار تاعك الفني؟ وش يزيد لك هذا اللقب عملاق الفن عملاق المالوف؟ وش يزيد فيك انت؟ وانا يزيد فيا درك اني قاعد الان 80 سنه وهني مازلت نتعلم وهني باقي نشنش على الشيء اللي مازال البحر. وش شكون يجي يشرب البحر؟ نعم بحر دوك. انا كما سليم بني الشيء اللي مازال قلت له لازمك تفتش على الشيوخ الاولي كما كانوا دي كاسات ولا كما عندهم لي ديسك زيد تحفظ عليهم باش نكملوا الاسيره نتاعنا تاع نعم هذه المسيره وهذا المشوار الفني تاع المال. نعم سلمت راهو الشيخ دوك عاد نعيط له الشيخ اللي عادي يغني بلا ما يحطش الكتاب قدامه خلاص. نعم خطر ما حنا بكري في قسمطينة اللي يحط الكتاب يسمى الشيخ كتاب ما يقولوا الشيخ. نعم اللي عود الشيخ يقولوا غير شيخ برك ما يقول الشيخ كتاب. يعني هو حافظ كل شيء. حافظ بسلامته الشيء اللي عندي بكل مديته له عنده. نعم وباقي هو يفتش هو تاني يفتش. كيفاش كان المالوف وكيفاش راه اليوم؟ راه تطور بزاف. نعم ونقول لك الحق ماش نشكر كل حاجة لو كان ما جابني شرب العالمين أنا كانوا الأجنبيين كانوا يقولوا هذا الفن تاعكم رانا ديناه في وقت الاستعمار. نعم والله كما نحكي لك هكذا قال لي بابا عبيد شيخي قال لي السيد هذا الأجنبي كان يقول له الفن تاعكم رانا ديناه والحمد لله جابني رب العالمين وتغلبت عليهم. الصلاة عليك يا خير أنسي الصلاة عليك يا خير أنسي أدى صحبتي جمعا متى غنى الحمام متى غنى الحمام في أرض القدس في أرض القدس. واش تقول يعني الجيل تاع اليوم عندك تعود فرط في المالوف هاك تندم علي حنا ونروحوا بالصح الحمد لله رانا خلينا الطابع في قسمطينة. أنا خليت عملت المجهود نتاعي 60 سنة وأنا مع المالوف والحمد لله الأولاد نتاعنا بكل عادوا يذوقوا وعادوا يتغرموا. يدي نعمة هذه أنا غدوة ما نديش يدي على قلبي نقول خليت. ونتمنى إن شاء الله كاش ما يخرج واحد خير من فرقاني إن شاء الله. نتمنى صنع لي واحد صوت آخر ربما خير مني ما تعرفي ما نجيش نقول لك في عام ما نجيش نقول لك في قرن. هذا موهبة من عند الله. نتمنوا الأمة الجزائرية بكل إن شاء الله ربي يطولهم في عمرهم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يحفظهم وربي يحفظ الإبداع في بلد الإبداع. لا أشكر على واجب أنا عملت الواجب نتاعي. الجزائر للجزائريين
بالنظر والكفاح قائمين، بالنفوس والدماء فائزين، ما بين أيدي المجرمين نفك قيود المظلمين. يجب أن نكون ساعيين للنداء والأوامر مطوعين، ننمح مطامع المستعمرين، بالاستقلال والتحرير راغبين، من القبور صوت المستشهدين يناديو الجزائر للجزائريين. هذه هدينا نهديها للشعب الجزائري بكل اللي نحبه. انا هو نحب نشتي الرئيس، ربي يعيشه لنا ربي يحفظه لنا. ربي يعيشك وربي يطول في عمرك. Ha ha ha!